مع ذلك أؤكد على أن القرآن العظيم بهذا الإعجاز الباقي الدائم الخالد إنما هو كتاب هداية، كتاب رحمة وإرشاد للإنسانية، أراد إقامة الحجج والبراهين ومخاطبة العقول والعواطف والضمائر وإنعاش الأفكار وإحياء الأنفس لأجل الاهتداء إلى رب العالمين. ثم إن مثل الاطلاع بهذه المسؤولية لا بد أن يكون من قبل أهل العلم الأكفاء، يمكن أن يكون من طلبة العلم شريطة ألا يتعجلوا وأن يتملكوا الشروط اللازمة والمؤهلات التي تعينهم وتسعفهم على إجالة النظر في مثل هذه المواضع، ولا مانع حينها من أن يعرضوا ما توصلوا إليه على أساتذتهم ومشايخهم أو أن يعرضوه على المؤسسات العلمية المتخصصة بهذه الجوانب. لا يصح أن ينشر، لا سيما في واقعنا المعاصر اليوم، تجد أن فكرة ما أو خاطرة قد كما تقدم قد تكون اللغة لا تحتملها أصلا، لكنه يحاول أن يحملها في كتاب الله عز وجل فيأتي وينشر فيتقول على الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا أيضا نجد أن من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا يقفون ويقولون: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في آية من كتاب الله عز وجل برأيي. هذا ليس لقلة علمهم، وإنما لورعهم ولدرايتهم بأن هناك ضوابط وقواعد لا بد من التقيد بها حينما نتعامل مع كتاب الله عز وجل. وهذا هو المنهج العدل الوسط القسط الذي نحتاج إليه.